عندي جاري ساكن فوقي راه يأذيني بزاف ويدير لي حس وحتى يرمي عليا اوساخ اكرمكم الله، وانا ما حبيتش ندابز معاه لانه نعرف قيمه الجار كما وصانا النبي عليه الصلاه والسلام. هل فيه حل نقدروا نديروه في هذه الحاله؟ اضافه لهذا كان عندي تساؤل اخر فيما يخص اشغال البناء اللي تكون في العمارات. نشوفوا انه يتاخر الوقت ومازال يقوموا بالاشغال ديالهم، نشوفوا باللي اشغالهم راهي في البيوت تاعهم ولكن في الدروج ولا حتى في الفناء تاع الحي ربما هذاك البريك والسيمان والياجور وكل شيء حاجه اللي يتآذى الجار والجيران بهذا الشيء. هل في اجراءات نقدروا نديروها حتى نتعاملوا مع هكذا امر؟ فيما يخص يعني مضار الجوار، هذه كاين مضار الجوار المالوفه اللي حددها المشرع الجزائري وكاين مضار الجوار غير المالوفه. وهنا باش المحكمه تتدخل في مضار الجوار غير المالوفه، يعني اللي تكون يعني مستوى مثلا ضجيج فاق المعتاد ويستاهل باش واحد يتحمله، او يعني فيما يخص يعني في اشغال تاع البناء هذه اللي يقوموا بها خاصه يعني الجيران في العمارات الجديده هذه، يحب باش يروح يشوف هذه الاشغال ويلقاها يعني الشكل اللي يستلمها الشقه هذه ما تناسبوش، او الاشغال تكون الاشغال النهائيه اللي فينيسيون هذه اللي داروا بمواد يعني ماشي مليحه، يحب باش يعاود لها من دراو جديد. هنا لازم الجار الحاجه الاولى في ما يخص هذه الامور هذه لازم يراعي دائما انه ما يضرش جيران اخرين، حتى سواء اللي كان تحته او اللي كان من الفوق، فيما يخص يعني وضع مواد البناء هذو اللي دائما في الناحيه القانونيه ممنوع باش يديروا ويستغلوا يعني السلالم والمساحات الخضراء دون وجه حق. هذيك ماشي ملكيه تاعو، هذيك يسموها ملكيه مشتركه. لما يجي يستعملها يشترط المشرع الجزائري باش ما يضرش هذو الجيران هذو الاخرين. دوك انا كي نجيب هذا البريك هذا ونحطه في العماره امام الباب تاعي ونحطه بحيث يعيق سير يعني باش الجيران يجوا يطلعوا ويستعملوا الدرج هذا، وكذلك وخاصه انه الجار اللي راه مقابله نجي نحط له البريك ثم والسيمان وما يقدرش ما باش يدخل داره. صح. هذا مقبول، يعني الواحد اللي لازم يشوف في روحه اذا كان يقبلها ولا لا. لا. في روحه هذه غير مقبول. حنا فيما يخص الضجيج تاع اللي يجي من عند الجار اللي يكون من الفوق خاصه وخاصه لما حنا نقولوا انه يعني نتسالوا الواحد لما يدخل مع العشيه للدار كيفاش يمشي كيفاش يدير الضجيج هذا، هي هل ترى سواء المراه راهي تمشي بالطالون او الرجل عنده حذاء تاعو وعنده هذه لاسومال اللي يديرها للحفاظ على لاسومال هذه يدير لها حديده كذلك، يعني المعتاد احنا المعتاد احنا المعتاد في واحد لما يدخل داره اغلب المواطنين الجزائريين انه ينحي الصباط ويدير يعني بلغه ولا نعم بونتوف ولا حاجه باش يمشي بها، يعني مستحيل باش واحد يروح يدخل بالحذاء تاعو اللي يكون برا ويمشي. كيفاش قادر يتصرف؟ انا مثلا هكذا انا جار وتضررت من هذا الشيء، كيفاش قادر نتصرف قانونيا في هذا الامر؟ من الناحيه القانونيه لما اذا كان احنا نقول باللي اذا كان مضار الجوار يعني فقط المالوف. طيب. نعم وخاصة يعني توجه نقدر نبلغ دعوة ديريكت ما قبل ما يدير دعوة، يعني الشيء الاساسي انه راح يدير محضر قضائي. طيب. يستخرجوا عن طريق امر على ذا العريضة احسن. باش يجي المحضر القضائي لما يعاون يدخل الشقه هذه يشوف هذه الاضرار، يا هل ترى هذه الاضرار هذه لما وخاصه لما تكون يعني الاشغال راهي جاريه في الطابق العلوي هذا تكون الحس كبير. أيوة. لما يكون الحس كبير يعني المحضر القضائي راه يسمع ويشوف ويشوف الاضرار هذه يدير محضر معاينه، وهنا يروح يدخل يتصل باش يروح يدير سواء دفاع محامي او يروح بطريقه شخصيه تاعو يدير عريضه الى القاضي المدني او العقاري ويطلب يعني يشوف ازاله هذه المضار عن طريق المحكمه.